عسلامة مسيو. عسلامة أختي. لاباس؟ تحت لطف الله الحمد لله. قدم لنا روحك. عبد فقير لله اسمي محمد. عندي زوج صغيرات، واحد متوحد. وهذا لاباس عليه معناها الحمد لله والشكر لله. إن شاء الله ربي يخليهم لك. شكي فاز. وقتاش فقت بالحالة متاع ولدك اللي هو متوحد؟ والله ملي نزيد على الدنيا معناها. وقتاش بديت تكتشف فيه خاطر هو صغير برشا ما تنجمش تفهم؟ من عامين، عامين ونص وراس. بديت نحس فيه اللي كيما المنعزل معناها وحده كذا. بون ثم طب تمشي باش تعمل له كونسلتاسيون كل جمعة 60 دينار ولا 70 دينار. بون ما انا ما نقدرش باش نعمل لولدي كونسلتاسيون 70 دينار في الجمعة، خاطر كشي عندي زوج وليدات بريمو سيكوندو، عندي مرا ما تحركش، مرا مريضة عندها غصة عايشك يلطف بك ربي. كنت تخدم قبل في سوندر دابيل 12 ساعة مستورة والحمد لله. طبعا عندي برسك عام من بون مانيش نخدم، نشوف شوية باش ندبروا نغسلوا نهبط اللحوم نبيع ب 500 دينار باش ناخذ قوتي صغاري وباش ننجم معناها نعدي نهاري معناها باش نصرف على داري وباش كذا باش كذا. سي بور سا معناها هذيك واحد كيفاش عاش. و باش تقولي انت غلي المعيشة، غلي المعيشة اختي، كل شيء غالي، كل شيء غالي، خضرة غالية، ما غلة غالية، غلة غالية، اللحم غالي، معناها باش تتعدى باش تاخذ شوية لحم تعمل شمة لحم وتتعدى ما غير ما تاخذ لحم. وصارت لي أنا كا حتى كان بون باش ندخل حديث في حديث، أنا عندي زوج وليدات وكيري وبون معناها شوية معناها. أنت وزوجتك وزوج صغار؟ أنا ومرتي زوج وليدات، قاعد بتوحد وقاعد لاباس. أنا البارح لا ولت البارح، ولت البارح مع المغرب. أنا ولدي هذا اللي عنده توحد ولا عنده شبه توحد بالتوكويك ولا يوكوك. شكون شبه عنده شبه توحد؟ ولدي. معاك؟ كان عنده توحد خرج بكون ربي سبحانه مفخره في صورته. انا ما نقدرش باش نعمل كونسلتاسيون ب 70000 وب 60000 فهمتني، نفخر ربي في صورته ولا يلعب مع صغيرات ولا، لكن النطق ما ينجمش ينطق بيان. شويه بشويه نجم ينطق. ثم دويات لكن الانسان ما ينجمش ياخذهم بريمو. سيكوندو معناها حتى بون باش ندخلوا حكايه، انا وقت البارح قلت لك روحت كنت نعاون في واحد ولا يوني في تربة البي نعاون فيه، عنده شوية رمل قدام داره، وقلت قلت له خويا ندخل معاك كذا بون باش نستقاط ندبر حق نهاري ونروح على روحي. روحت برسكي قبل المغرب بدرج ولا بدرج ونص فهمتني. جاني ولدي المريض خلي مو ما عرفش العيد مازال صغير، خلي بابا تيخي انا باش ناخذ كيما معز وكيما فلان وفلان. سميلي صحابي اللي هو اللي معاك. لا هذا خوه المتوحد جي حكي معاك. معايا خلي مو بتوكويك عنده صحابه، قال لي بابا يا اخي انا باش ناخذ حوايج كيما ما يعرفش العيد بدل صغير، قال لي يا اخي انا باش ناخذ كيما فلان وفلان وفلان. سمالي صحابه قلت له بابا راك تاخذ ما خير منهم بحول الله. خرجت للبركون انا نسكن في خسار سيد بلاصات نسكن في تروزي ميتال، خرجت للبركون تصور انت معناها اذن يذن ودمعت الرجل صعيبه تحت لي دمعتي اللي انا ولدي خلي يجيب شعبي جديد. انا لليوم التوا انا متعدي معناها في حالة هستيريا، بتعش متى حالة هستيريا معناها انسان ما هوش قادر باش يشري مين باك لاسط لصغاره فهمتي. ما درت منها بو مرخيتش معناها معناها مرخيتش حال باش نشوف كيفاش باش ناخذ باش صغاري. بو عندي تلفزه انا في داري وتحيه لنسيبي ونسيبي بارك الله فيك وفيهم فهمتني عاملولي. عندي تلفزه بو بلازما صغيره قلت نبيعها باش تشري حوايج العيد لصغارك. لا ولا ناخذ من بعد تلفزه بوكير شوالي ليها فهمتني. مراه قالت لي ليه ما تحركش، مراه عندها غصه فهمتني.
فات لي ليه وتو ربي له تو كذا كذا فهمتني حاسين خليتها وخرجت انا بكري تو خرجت انا والطفل فهمتني انا كان نوريك حاجه يمكن ما نعرفش انا ولدي هزيت تو عنده 4 ايام من السبيطار ورقه وما تعطي نوريهم لك تو فهمتني باش ناخذ له دواء دواء معناها ماهوش غالي معناها ب 46 دينار فهمتني ولدي عنده مش لازماتيك كونفورم مي ازماتيك نورمال معناها الطفل هذا ما خديتولوش دواء هو لهنا توا في جيبي معناتها الورق معناها غير المعيشة تحط سي تحط يدك على سبادري مثلا مثال تحط يدك على سبادري على سروال ولا حاجة تسمع كان بالطاش معناها 24 30 35 مش جيب مش عايد صغير وولادي صغار ولادي صغار لازمهم مش يعيدوا نحن نقولوا الله لا يحرم صغير من عيده امين يا ربي بون صارت لي برشا كوات هكايا معناها مانيش ساكل يا ليز مانيش ليز على الاخر بون شغلت معيشة انا عندي كرني الابيض فهمتني نتاع ال 180 هذاك لكن تاخذهم من هوني تهزهم العطار من هوني نتاع قوتي كيري مسيو كيري تهزهم العطار هوني نتاع القوتي نتاع صغاري معناتها هذاك مشاو في حق القوتي مازال عندك كريم مازال عندك ماء مازال عندك ضوء وميم تو مازال عندك انا ساعات ولدي نحشم باش نخرج معايا علاش نحشم حسب رايك؟ شو يقول لك شري لي اعطيني جيبي فارغ في العمر هذا يتفهموا انك ما عندكش باش تشري لهم؟ مش يتفهموا خاطرهم مازالوا صغار بريمو مازالوا صغار لكن شنيا المشكلة ما هيش مشكلة بو ما نكذبش عليك أنا من عندي نهارين تولي 3 أيام حتى النوم بوعد ما هوش تبعان به يا رسول الله الإنسان يحب يعيد صغاره كيما صغيرات الكل معناها سهلة شيء ما فيها نحب نعيد لصغاري أنا نعيد صغاري بعد نرتاح ما فما حتى مشكلة ما عنديش خلق آخر بعد ما يسالش العطار النجم يخلصوا يصبر هذا قلت لكن فرحة الصغير لا ما فرحة الصغير ما يعودها حتى واحد هذا عيد عيد مهمة أنا نحكي معك توا عندي كل حاجة يعني كان نزيد نحكي معك توا نترشق فهمت سي بور سا معناتها ما استخلت لك معناها لخصت لك الحكاية في كلمتين سي بور معناها مسيو كان فما شكون ينجم يعاونك في حوايج العيد نتاع الصغيرات تنجم تخلي رقم الهاتف نتاعك والله نجم اختي هي انا عندي نحن كسبتنا تليفون في الدار عند المراه نجم ناخذ اي نمره ونكلمه من عندها خاطر حتى النمره مانيش حافظه فهمتني نكلمها معناتها حتى نمره السيد وين ينجموا يلقاوك؟ صار صعيد البلاصات انا نجم نعمله حتى ابيل من تليفون مرتي معناتها خاطر هيك مانيش حافظه النمره فهمت نخلي لك الكلمه الاخرى الكلمه الاخرى ان شاء الله عيد مبروك على التوانسه الكل واختي الله يا ربي وهنا تحت معناتها مزب معناها معناها الله لا يحرم معناتها صغير من فرحة عيده امين يا ربي صغيري ما همش يتامى معناها عندهم بوم عندهم امهم انا النجم تقولوا لي لم الكلكول تو نلمو كلكول تو نكسر حيط لك وين يا خدمه ما فيش مش خدمه اما مش عيب انه الوضعيه ما تسمحش مش عيب معناه مش عيب انه امكانياتك الماديه ما تسمحش هما ما يفهموش صغار صغار ما يفهموش صغار ما يفهموش صغار يحب يعيط تو جاع يحب ياكل شاف صاحبه لبس يحب يلبس من فرحه عيد يا رسول الله معناها صور انت انا هابط تو معناها يمكن نحكي لك حكايه ما تدخلش لمخك ما تمنهاش ولا ما نعرفش شنو اليوم انا في داري هو اللي كان ما يتحد للجوع في تونس راهو كذب كي قال الكلمه هذه هذا في الفطار هي في رمضان بيت التعبيد ما عندهاش سخان بالحق نحكي لك بالحق نحكي لك انا البارح نفركس على جماعه الهلال الاحمر باش ناخذ عشان نهزوا لداري فاهمة الوضعية ودون الله مذلة مانيش نشكي وبش نانا لا غير شنية انت يرحم والديك اللي خليتني عندي حاجة لهنا حاب نخرجها خرجتها
كذبش عليه، كان هو مش ليا، وولدي يحب يلبس، يحب يتفرهد، يحب يعد يعيدو كيما الصغيرات سي مرماج. أنا هابط تو ما نعرفش مني، ما نعرفش باش نعمل بالحق. باش تمشي لصحابك تتسلف، شكون باش تمشي تتسلف؟ يعطيك الصحة العزيز. شكون باش تمشي تتسلف؟ بون مانيش عارف. وإن شاء الله المانع خير، هكا نحن ديما نقولوا إن شاء الله المانع خير. أنا نحب نعيد كما صحابي، أو كون فلان وثنين معناتها قالوا لي شي حوايج العيد، أنا عبدتهم بأحسن شيء قدام الكوشة معناتها ندبر معناتها كل مرة واحد فرانك. يقرا ويبيع في شاسية قدام الكوشة، تصور معناتها الحالة هذه مش تدخل في حالة هستيريا. العمر هذا عمر ويزمو يلعب فيه. بالضبط. ما يلزموش يبيع شاسيات. أنا نحب نفرح كما صغار معناتها. عندك الحق. اللي عنده ربي ينوب عليه، واللي ما عندوش مش نقولوا صح عليه. نتا نقولوا صح على الله نعملوا كيف. آمين يا ربي. إن شاء الله ربي يرزقك. عايشك.